انتصار بالدافع. الست هتلاقي صعوبة شديدة جدا جدا انها تتقبل صفارة من الحكم، تتقبل انه حكم يعمل لها يطلعها بره، يديها كارت اصفر بالظبط كده. ستوب. هتتقبل ده بس بينها وبين الراجل يعني جوزها كده بينهم من بعض، مش ان بابليك كده قدام الناس يطردها ولا يديها كارت اصفر انذار ولا لا. الست ما تقبلش الحاجات دي. تقول له ايه؟ طب بالراحه كده عليا شويه، انت ليه قدام الجمهور بتاع العمايل السوداء دي وبيني وبينك كده تغمز لي تقرصني مصطفى تديني بالشنطه؟ ايه مصطفى؟ عيب ايه؟ انت ليه تطلع لي الكارت قدام؟ ايه طلعه بيني وبينك؟ كده برضو مصر كلها اتفرجت عليا والعالم العربي. هنزل على اليوتيوب، هنزل على اليوتيوب، هنزل على اليوتيوب. وفي نفس الوقت والنبي هبيع عمود على الزواج دي. عمود مرحله الامتحان، مرحله الامتحان بدنيا مع لعيبه اخرى. يعني مش مثلا يخبطوا بعض واحده بتطير الثانيه، لا فجاه يلتحموا ببعض كده وعينيهم في وش بعض. مش هتاخدي مني الكوره، مش هتاخدي مني الكوره، تقوم دي جايبه دي من شعرها، تقوم دي البواريك تطلع بقى والشواتير والحوسه والاكستنشنز تطلع كلها. وبقى هيبقى بقى الحوار ايه؟ عياط ودموع. دي المعامله بقى. انا بقى هكون هناك واقفه مع الحكم، ماليش دعوه. هاتي بص شوف شوف شفت بس انتصار بتاعي يرجيك كده. انت المدربه بقى تبقي مصاحبه الحكم. لا انا بقى بنزل ادخل جون واطلع اقف جنبها. لا بس هي بتنمرني. بس ليها اهداف وتصرفاتها.